الشبهة الثانية عن مجاهد رحمه الله قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له ابن عباس: اذكر أحب الناس إليك. فقال محمد: فذهب خدره. أخرجه ابن السني برقم 165. أما هذا الأثر فهو موضوع مكذوب على ابن عباس رضي الله عنهما. ليه؟ لأنه في إسناده غياث ابن إبراهيم، قال عنه ابن معين: كذاب خبيث. وأشنع وأوضح وأفظع ألفاظ الجرح عند علماء الجرح والتعديل من المحدثين هو الرمي بالكذب. فغياث ابن إبراهيم كذاب خبيث كما قال يحيى ابن معين رحمه الله تعالى. إذن ده أثر باطل مكذوب، ما حصل عن ابن عباس أصلا كلام ذلك.